أعزائي مشاهدة بوابة دار المعارف الإخبارية، معكم سماح عطية من الأسكندرية، ولقاء مع الأستاذ عمرو سليمان الأول متداول في البورصة المصرية من ذوي الهمم، أول مستثمر في سوق الأوراق المالية يعاني من الإعاقة البصرية وهو من أبناء الأسكندرية. أهلا بك يا أستاذ عمرو. أهلا بك يا أستاذة. أنا اسمي عمرو سليمان، مواليد 1974، اتخرجت من كلية التربية الموسيقية في عام 1999. موضوع التداول معايا ده بدأ في سنة 2008. أنا كنت هاوي الموضوع ده جدا وبحبه يعني، وبحب موضوع المغامرة وإن أنا أستثمر، وحاولت فيه كتير، ولكن في الفترة دي كان صعب جدا ان يعني الاقي حاجة تقرا لي الشاشة، او ان انا اعرف اتابع مثلا سهم او اتابع المؤشر، او ان انا ابقى في تواصل بيني وبين الشاشة بشكل عام. فطبعا في الفترة دي كنت بتعامل بقى ان انا بتصل بالتليفون بالسمسار، او اسأل حد او الى اخره يعني، كنت بتعامل عن طريق الاخرين. فطبعا قلت في الفتره دي لو الموضوع ده اتحل والله ممكن الواحد يتعامل ويقدر ان هو يتداول، ولكن طبعا ما كانش فيه الامكانيات ديت، فتوقفت بصراحه. بعد ذلك في سنه كده يعني من سنه بالظبط في 2020 الفكره ديت برضو يعني رجعت لي تاني وفكرت فيها، بعد طبعا ما التكنولوجيا اتطورت بقى دلوقتي البرامج الناطقه سهلت الامور جدا. فتعاملت مع شركه اسمها شركه مباشر كابيتال، عندهم تطبيق ابلكيشن كده، انا قلت ان انا مثلا احاول ان انا اشوف التطبيق ده هيقرا معايا ولا لا على البرنامج الناطق. فاتعاملت مع الشركه ديت والحمد لله، الحمد لله البرنامج فعلا نطق. كان قبلها ليا تجربه مع شركه تانية بس للاسف ما كانش الموضوع اكتف يعني، ما نفعش معايا. طبعا انا عايز يعني ااكد على ان موضوع التداول في البورصه بشكل عام للكفيف كان في الاول يعني صعب بصراحه، ولكن مع اللي حاصل دلوقتي لا، انا بقى يعني اي حد عنده الرغبه في ده يقدر ان هو يتعامل ويبقى ليه كود في البورصه ويتداول ويبيع ويشتري ويتابع الاسهم براحته بتاعته زي ما هو عايز من خلال البرامج الناطقه. يعني التكنولوجيا دلوقتي ما خلتش اي حاجه ما عملتهاش بالنسبه لنا لحد دلوقتي، فان شاء الله يعني من يرغب في ذلك يقدر ان هو يتعامل ويتوجه لشركة الأوراق المالية ويكود نفسه ويبقى متداول. انا بالنسبة للإعاقة بتاعتي كانت ظهرت من وانا عندي 4 شهور بس كده يعني، ده كانت والله لوحدها، جالي حاجة اسمها جلوكوما المية الزرقاء، وطبعا اثر ده على العصب البصري وفقدت البصر فيها، والحمد لله طبعا من اتعلمت ودرست والحمد لله. تمام، عارف ما وقفتش عند الاعاقه دي، يعني عايز اعرف مشاعر حضرتك والحماس، حماسك ان انت ما تقفش عند هذه النقطه في حياتك. لا خالص، بتعمل ايه عشان يعني ما تبقاش النقطه دي هي اللي موقفه حياتك؟ والله انا يعني طبعا انا الاهل ساعدوني كتير، بعد كده انا لما كنت بلاقي اي حاجه فيها معوقات بحاول احلها باي شكل بقى، يعني مثلا عايز اتعلم حاجه احاول احلها، اتعلمها من حد، حد يسجلها لي صوت، بتصرف. طبعا اي كانت مشكله بتقف معايا بحاول احلها بكل بساطه، ما يعني ما فيش يأس. وبعدين طول ما الواحد بيفكر وعايش في الدنيا المساعدات هي، بس ان انا يعني كان في ليا اخ فاضل في الشركه كان بيديني زي كورس كده تمرين على الابلكيشن نفسه، هو يعني عمل ده مجانا خالص حتى ما تقدرش اي حاجه، فدي كانت المساعده طبعا انا كنت محتاجها، الدعم اللي انا محتاجه ان انا اتعامل
في الابلكيشن، طبعا حاجه جديده عليا وما اتعاملتش فيها قبل كده. فهو بصراحه قدم لي الخدمه ديت انه قاعد يشرح لي الموضوع وكده، والحمد لله بعد كده الموضوع بقى معايا بسيط جدا وسهل جدا، واقدر اتعامل فيها الموضوع بنفسي مفيش اي مشكله. حضرتك بتفكر تعمل دورات تدريبيه للمكفوفين زمايلك في هذا الامر، يعني عشان يقدروا ان هم يستثمروا في مجال البورصه المصريه او مجال سوق الاوراق الماليه؟ والله يا فندم ممكن، اللي محتاج يعني لو لقينا عدد هنعمل ده، يعني لو لقينا مثلا 10 افراد 15 افراد حاجه كده هنعمل ده، وفي ناس كتير عايزه تساعد معايا فيه يعني. انما يعني لو مثلا واحد او اتنين او كده انا اساعدهم من غير دوره ولا حاجه يعني، ممكن بالتليفون ممكن اروح لهم مكانهم مفيش مشكله. انما احنا فكرنا ان احنا نعمل دوره بس يكون في عدد الاول، نجمع عدد ونعمل دوره زي ما احنا عايزين مفيش اي مشكله. يعني حضرتك توقفت ورجعت تاني، الموضوع كان يراودك، ايه علاقه الموسيقى بالتجاره؟ ايه علاقه الموسيقى؟ لا مش موسيقى، ما هو الموسيقى دي حاجه، دي هوايتي وانا ودراستي كمان، يعني الموسيقى هوايتي ودراستي من زمان، ولكن انا بحب التجاره يعني، انا غاويها، حاجه حبيتها فعلا وانا من 2008. وبعد كده طبعا توقفت عشان المعوقات اللي قلتها لحضرتك، وفي الفترة دي طبعا في شركات كتير مش عايزة تتعامل معايا طبعا عشان انا كفيف البصر وختم، بتعامل توقيعي ختم وبصمة وكده، فطبعا توقفت تماما. ففي 2020 السنة اللي فاتت الموضوع فكرت فيه مرة اخرى، فتعاملت زي ما حضرتك قلت، زي ما قلت لحضرتك كده، ومن هنا بقى البرنامج الناطق على الموبايل قرر الابليكيشن كويس جدا، وبقيت اتعامل في الشاشه، اقرا الشارت، اقرا المؤشر، واقرا اتابع السهم، وكمان انفذ ابيع واشتري دون الاستعانه باي حد تاني. فدي كان بصراحه حاجه جميله جدا. وبعدين لما الموضوع ده الحمد لله نجح، فانا فكرت ان انا يبقى ده يعني مصدر رزق للمكفوفين زمايلي، طبعا لمن يرغب او من عنده روح المخاطره او ان هو يقدر يتحمل الاستثمار او يتعامل فيه الى اخره. ففكرت ان ده يبقى بالنسبه لهم فرصه عمل كويسه جدا. فانا طبعا بوجه الرساله ديت لاي كفيف عنده الرغبه في ان هو يستثمر او يقدر عايز يتداول في البورصه الى اخره، انا ممكن اساعده جدا 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 واقدم له اي حاجه هو محتاجها. بشكر الحكومه المصريه في الدعم اللي قدمته لنا. طبعا كان سياده الرئيس والمعالي الوزيره نيفين القباج وزيره التضامن، والرئيس والدكتور محمد فريد رئيس البورصه المصريه، طبعا هم دعموا الموضوع جدا، ويعني عندهم استعداد يعني يقدموا اي حاجه لذوي الاعاقه في القصه دي. وطبعا بيقولوا ان انا اول واحد، بس ان شاء الله مش هكون الاخير يعني، هيكون في بعديه ناس اكتر باذن الله. فده طبعا اللي احنا بنتمناه وبنرجوه باذن الله.